دكتور أيمن أبو العلا، وكيل يا لجنة اهلا وسهلا، الصحة في يا اهلا مجلس وسهلا، النواب. يا مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور. سيادة النائب، سيادة النائب، مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب، وتحياتي لمعالي النائب، منور. الله يبارك لك يا دكتور، ربنا يبارك فيك. وحضرتك تسلم. الصحة والسلامة والسلامة يا فندم. أنا كنت بتكلم مع سيادة النائب يا فندم في خطة التعايش، وبما إن حضرتك طبعا المعني في لجنة الصحة بمجلس النواب، فعايزين نعرف اخر مؤتمر كان لرئيس الوزراء يا فندم وبيتكلم عن خطه التعايش مع الفيروس، لان طبعا يعني المواطن او بعض الشرائح زي ما قسمها سياده النائب مش هتقدر تتحمل فتره الحظر الكامل في مصر. فاشرح لنا كده ببساطه ازاي نعمل خطه تعايش مع الفيروس والبلد تفتح جزئيا ونقدر نعدي الازمه دي حضرتك، مع ارتفاع معدلات الاصابه الاخيره دي، والنهارده مصر بتسجل اعلى معدلات اصابه على يعني على بالمقارنه بالايام اللي فاتت. خليني الاول طبعا اشيد بمجهودات الحكومه عموما، وطبعا الطاقم الطبي على راسهم، وتحياتي ليهم جميعا. والحقيقه طبعا احنا كلنا كنواب وكشعب كل الناس بتحاول توعي الناس بقدر امكانها، وزي ما معالي النائب وضح ان في ناس مضطره تنزل وتروح شغلها، وان الاقتصاد المصري طبعا لا يحتمل الاغلاق الكامل او حتى الاغلاق الجزئي، مأثر على شرائح كثيره جدا، فاحنا لازم نحط في اعتباراتنا ده. ولكن الحقيقه يعني انا طبعا كان ليا كذا ملحوظه على المؤتمر او البيان اللي طلع من السيده وزيره الصحه في اجتماع مجلس الوزراء في موضوع التعايش. حاجتين، الحاجة الأولانية إن عشان يحصل التعايش المطلوب لازم حاجتين أساسيين، أولا يكون في إتاحة للإجراءات الوقائية. الإتاحة دي معناها إن هو لازم الماسكات تبقى موجودة، لازم المطهرات تبقى موجودة، ضمان الرقابة على المنشآت، على وسائل المواصلات. قبل ما أعمل خطة إعاشة لازم يكون في توافر وشفافية كاملة وحوكمة في الإتاحة لكل ما هو لازم عشان أحمي المواطن. النهاردة المواطن وهو أنا بركبه ميكروباص أو أتوبيس أو مترو لازم يكون في ماسك، قد يكون هو ما يقدرش يشتري الماسك ده على مستوى عدم تواجده أو عدم توفره أو وجوده في صيدليات بسعر غالي. فنكون واقعيين، النهاردة لازم يكون عشان أعمل خطة تعايش لازم يكون في إتاحة لكل إجراءات الاحترازية الوقائية للمواطن في المولات، في الوسائل المواصلات، وده دور الحكومة أولا. فهنتكلم عن الاتحاد. النقطة الثانية هي الرقابة، هل عندي أدوات رقابية كافية أن أنا أراقب على المولات أنها أو المطاعم أن يبقى فيها تلت الزبائن بس، وأن هي تبقى في إجراءات وقائية وتباعد جسدي بالمفهوم. الحقيقة لازم نعمل خطة استراتيجية قوية جدا للرقابة وللإتاحة، الاثنين دول أساسيين قبل ما اتكلم في خطه التعايش وافتح فيها المولات او افتح فيها الحياه بصوره كامله. ولذلك انا بطالب الحكومه تستنى في رمضان توضب مخزونها الاستراتيجي في الحاجات الوقائيه. نمره اثنين كمان احاول ازود التوعيه للمواطن ان الموضوع جد. احنا مش عارف ليه بنراهن على وعي الفيروس مش على وعينا. النهارده الفيروس غير واعي، الفيروس محتاجنا عشان يتكاثر. فبالتالي لازم اتعامل مع اللي امامي كانه مصاب، واتعامل مع نفسي على ان انا مصاب عشان احمي نفسي. فالنقطتين دول هم الاساس. يا دكتور ايمن، طبعا النقاط دي نقاط حيويه وهامه جدا، وبالفعل حضرتك اصبت يعني، ولكن دعني احملك كمان المسؤوليه المشتركه بين حضرتك كمجلس النواب وحضرتك بالذات كلجنه صحه بمجلس النواب، وبما ان المرض وبمس صحه المواطن حضرتك عليك دور كبير، لان حضرتك تشريع ورقابه ده دور البرلمان. تمام. فلازم حضرتك تبقى مع الحكومة، والمعنية بالحكومة هنا اللي هي وزيرة الصحة. لازم حضرتك نعمل خطة مشتركة بين مجلس النواب اللي بيمثلنا احنا كشعب وبين الحكومة، زي ما حضرتك قلت ازاي نعمل اتاحة، وازاي زي ما حضرتك تعمل كده رقابة. وانا اتمنى ان لجنة الصحة، انا طبعا ما اعرفش ايه الجدول الاعمال اللي موجود في لجنة الصحة بالبرلمان في الوقت الحالي، وانا متابع جهود الحكومه ومتابع جهود وزاره الصحه، فانا مش عارف ايه اللي ورا الستار، والمشاهد كمان مش عارف ايه اللي بيحصل. هل في تنسيق بين مجلس النواب ممثلا في لجنه الصحه ولا لا؟ واخلي سياده النائب برضو لو عايز يضيف حاجه لحضرتك. اتفضل. انا بس قبل ما سعاده النائب يجاوب طبعا هطمنك ان لجنه الصحه على تواصل كامل. اولا احنا يوميا في اجتماع على الفيديو كونفرنس
مع بعض ومع التواصل مع السيدة الوزيرة في كل السياسات. لكن بوضح لحضرتك كمان ان الاسبوع ده في اجتماعين مع الوزيرة، سواء اجتماع مع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة الموازنة الطارئة اللي محتاجاها وزارة الصحة في الوقت ده، الوقت الحرج ده، واجتماع الثاني لسياسة الدولة لمجابهة الكبوة اللي احنا فيها. ولذلك احنا متابعين طبعا وهنجتمع بالوزيرة وهنوصل الكلام ده، بس انا حبيت اوصل لحضرتك تعليقاتنا المبدئية مع الوزيرة في موضوع خطة الإعاشة اللي حضرتك طلبت مني وضحها. ده عظيم. طيب بالنسبة للأرقام اللي كل يوم في تزايد دي يا فندم، عند حضرتك معلومة هل الناس دي نقيلة وحاملة للمرض بسبب أو آخر، ولا هم مخلطين بسبب المخلطة؟ خلينا واقعين طبعا، نمرة واحد بسبب المخلطة، لأن أنت شفت قبل رمضان كان في تكدس عامل إزاي، وكان في عدم تباعد اجتماعي، وزي ما قلت حضرتك الوعي كان برضو منقوص عند المصريين، وكان في نوع من أنواع الاستهتار بالمرض. إحنا في جائحة عالمية مش جائحة خاصة، إحنا لازم نجابه، إن إحنا زي ما قلت لحضرتك لازم ناخد موضوع مأخذ الجد في الموضوع ده، ولازم كلنا نتكاتف زي ما حضرتك قلت، المجلس والوعي والإعلام وحضرتك، كلنا نفهم المواطن إن هو الموضوع النهاردة أنا شايف لسه مازال في نوع من أنواع الاستهتار بالمرض. النهاردة لا، المرض النهاردة يعني طبعا بنعزي النهاردة وكيل كلية القصر العيني، نحتسب عند الله من الشهداء الشهيد الواجب، يعني الله يرحمه وليس السن الكبير، يعني ما اعرفش الشباب برضو بيراهن، انا شايف تجمعات شبابية برضو بتقف في الشوارع. لا احنا لازم كلنا نتكاتف الحقيقة. طبعا الارقام دي بتنم على ارقام سابقة حصل فيها نوع من انواع التزاحم، وده كان متوقع. اللي انا بس عايز اقوله، انا بطمن حضرتك حتى الان احنا في ربنا كرمنا اخر كرم في عدد الوفيات النهاردة، معلش مصر لم تتعدى 4 في المليون، في المليون مواطن، عندك امريكا 18 في المليون، عندك بلجيكا 63 في المليون، عندك فرنسا 50 في المليون، يعني احنا ارقامنا الحمد لله ربنا كرمنا. الحمد لله يا سيادة النائب، القيادة السياسية كانت واعية منذ بداية المشكلة والجائحة، وفعلا الحمد لله، والحكومة كان لها دور ريادي بفضل الله، وانا شايف كمان تحرك مجلس النواب دي شهادة امام الله، الكل بيعمل حتى الإعلام واللي أشاد به فخامة الرئيس والحكومة، الكل في خلية نحل علشان نعدي الفترة دي. شكرا لسيادة النائب الدكتور أيمن أبو العيلة وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتني.